باين دي كان اخر سلايد قدمناها امبارح في صح؟ ايه التعليق عليها بقى؟ اكبر واكبر تكملة القصة دي كانت احد السلايدز اللي قدمناها امبارح علشان موضوع اللي هو الدنسيتي والفوليوم اوف جلوميرولاي اللي هو الكلام اللي طلعوه بيه الكرايتيريا اوف اوبستي نيوس سكليروسيس ان انا اشوف القصه دي واقارنها بالليوباسيك الاقي القصه ان الاوبيس بيشنتس عندهم الفوليوم كبير يعني جلوميرولاي والدنسيتي اقل يعني عدد الجلوميرولاي اقل وديت حاجه كانت منشوره السنه دي. امبارح الايميل بتاعي جات القصه دي جاء الايميل ده فانا قلت احطه برضه هنا في الكويس عشان موضوع الاوبستي. فالسؤال بقى انتوا ما خدتوش بالكم من الايميل، السؤال هل كل الاوبيس بيشنتس هيبقوا لايبل للكارد نصف المورتاليتي ولا في ممكن بعضهم يبقى مورتاليتي مش كتير قوي؟ رايكم ايه؟ يعني كل الناس الاوفر ويت والاوبيزيتي ستيج واحد واثنين وثلاثه ده اللي هو كلهم المورتاليتي عاليه فيهم ولا القصه تبقى نتكلم كلام حنين شويه مع الناس؟ ففي سيستماتيك ريفيو يعني الايميل ده امبارح على سيستماتيك ريفيو ما نشوف في الجامعه امبارح على Association of Cause Mortality with Overweight and Obesity using Standard Body Mass Index Categories. وانا ليه انا حطيت القصه دي؟ لان احنا نشجع ناس طبعا وزنهم ينزل. وهنا طلعوا الناس اللي هم الاوفرويت والاوبستي ستيج واحد يعني اقل من 35 كيلو جرام في السكوير متر. احنا عارفين البودي ماس اندكس بيقسم الوزن الكيلو على المربع الغايه بالمتر والنورمال في المينز من 20 ل 25 ده نورمال، من 25 ل 29 10 ده اوفر ويت، فوق ال 30 اوبيزيتي وبعدين متقسم بين 35 و 35 ل 40 او 39 10 وبعدين مورد اوبيزيتي. المقاله دي طبعا سيستماتيك ريفيو جابت حاجات كثيره قوي وانتهت الى ان الناس اللي هم تحت ال 35 ممكن المورتاليتي ما تبقاش عاليه فيه. طب ليه انا بحطها؟ انا بحطها علشان حنينين شويه في التعامل مع الناس الاوبيس ونشجعهم يخسوا في الوزن ونقول الشخص الملام شويه ده ما يعني ما نزعلوش ما نقولش نقول انت هتموت ما تموتش لان ما فيش داتا تؤكد ان يعني الشخص الاوفر ويت ده هي مرتبه تبقى عاليه فيه. طيب المنظر ده منظر ايه يا جماعه؟ طب احجام باثولوجي كتيره يا دكتور انا لا ده امبارح دكتور صبري اتعرض قال كل النفروتك سندروم تقريبا مانجمنت واتعرض ان تشينج في الاطفال والكلام ده. فا ايه رايكم في القصه؟ ايه الباثولوجي اللي هو ده سريتد؟ ايه الباثولوجي؟ ايه المنظر ده؟ قبل ما نقول المنظر ده ايه ده؟ الوقت ده ايه؟ فين البيزن برين؟ اللي انا اللي الكرسر عليه ده هو البيزن برين. اللي فوق ده ايه؟ الفود بروسس. هل في فود بروسس؟ لا. امال ده ايه؟ الفود بروسس لزقت في بعضها اللي هو الافيسمنت والفود بروسس بقت كتله واحده. طب انا حاططها هنا ليه؟ في وسط اوبيستي عشان افرق بين اوبيستي انديوز جلوميرولوسيس والايديوباسيك او الايمونولوجيكال. ممكن تقرا وسام تصلح هذا الكلام. ايديوباسيك معناها ايمونولوجيكال معناها ان انت هاد استرويد وبعد كده ادي سايكلوسبورين وامشي في القصص بتاعتنا اللي لا تنتهي. فلكن لو قلت اوبيستي انديوز جلوميرولوس جلوميرولوس يبقى الحل هيبقى ايه؟ الويت ريدكشن. يبقى ده يوديني اليمين وده يوديني الشمال. العام دخل في رينال فيلير وهو كان كونسيكونسز اوبيستي انديوز جلوميرولوس ما هبقاش خايف من الايه؟ من الريكارنس بوست ترانسبلانتيشن. لكن لو هو يوباسيك اف جي اس ابقى خايف لانه هايلي ريكيرنج ديزيز يعني 50% تقريبا وال 50 ونصهم بيحصلهم جرافت فيلير يعني من ديزيز الوحش لدرجه ان بعض السنترز تقول لك لو يوباسيك اف جي اس دخل رابد ريفرينال فيلير مش هزرعه كونترا انديكيشن لايف دون. بعض السنترز ما بتزرعوش لان الريكيرنس هيتوقع هيبقى عالي جدا قدامي وبيحطوا له كرايتيريا. هل هو ما مش هخش في النقطه دي لكن انا هخش في النقطه اللي هي بتاعت افرق ازاي ما بين الاوبستي سكليروسس وما بين الاوبستي. انا قلت نقطه في الاول اللي هي الدنسيتي والفوليوم وفي في في النون سكليروتيك كلمه وده قلناها امبارح. النهارده بزود حاجه
القصه ديت ايه اتفقنا عليها اللي هي ايه؟ effacement of food process. لو الاقي كل البوليميرولايد نفس المنظر يبقى ده اسمها universal effacement of food process. لو الاقي القصه بالشكل دهوت بقول والله ده mostly idiopathic. لو لقيت حته من البيوبسي فيها الكلام ده وحته الفود بروسيس بريزرفت اقول ده انا بتعامل مع هاي مع ايه؟ مع secondary form of obesity induced. حطوا بعض الناس درسوا كرايتيريا كلينيكال هل اقدر افرق بين النفروتيك بالبروتينوريا دي كريت دي بروتينوريا بين الاوبستي والايدوباسيك سكليروزس ما اقدرش افرق ممكن الاقي هنا نفروتيك بنش بروتينوريا والاقي هنا نفروتيك بنش بروتينوريا لكن وجب ان السيرم البومين السيرم البومين بيبقى بريزرفت في الاوبستي سكليروزس بريزرفت يعني ايه؟ انا عندي نفروتيك بنش بروتينوريا ولا الاب مش نورمال مش 4 جرام بر ديسيليتر بس انا 3.5 قريب من الثلاثه فوق الثلاثه لكن الشخص اللي الاقي الالبوم بتاعه 1 جرام بر ديسيليتر ده ايدي بس يبقى في كرايتيريا بجمعها كل واحده لوحدها مش كفايه كلينيكال يبقى في نفروتيك بنش بروتينوريا في الاثنين والالبوم يبقى ناحيه العالي في الاوبيستي والاقي في الباثولوجي يقول لك الفوليوم اللي هو يقيس الجلوميرولاس دايمتر ويقول كبير يبقى اسمها جلوميرولوميجالي او الفوليوم كبير وعدد الجلوميرولايت في اللو باور قليل يبقى دنستي قليله وكمان احنا قلنا هنا الـ لو في افيسمنت او فيوجن هيبقى فوكال يعني حتت وحتت بريزيرفد منظر الفود بروسيس اهو عشان نبقى عارفين يعني ده الدايره ديت على يعني ده الكتروميكروسكوب اكزامينشن دي الكابلري الكابلري لوب دي اندوثيليال سيل يبقى ده الاندوثيليوم الاندوثيليوم ده النورمال ده بيحجز الخلايا كلها ما تطلعش بره ما تروحش في البون سبيس وبعدين البيزمنت تمبرين يحجز الايمينوجلوبلين وبعدين في البروسس اللي هي بريزنت اللي انتم شايفينها دي والبيتوسايت تحجز على نيجاتيف تشارج فتحجز الالبوم في البلاد فكده يطلع الفلتر اللي في البومن سبيس عباره عن بلازما ماينس بروتين او لو كميه بروتين تبقى قليله وتستطيع البروسس بروتين تمتصها ده نورمال هيستولوجي الفود بروسس بريزنت تماما هنا في اللوب ده وبالتكبير لا قلت انا كنت واضحه يعني لو قلت ده ايه يا جماعه؟ دي الاندوثيليوم سيل اهي وده الاندوثيليوم اهوت الاندوثيليوم بينهم بعض اخرام اهي الاخرام ديت حجمها يقدر يهوت الخلايا يبقى وظيفه الاندوثيليوم يعمل ايه؟ يخلي البلاد ده كبار يونت المفروض فيه ريد سيلز وفي كذا لو انا الخلايا نزل كلها الواحد هيموت لان ده متصفى في الفلتر فهنا الكبار يونت يقدر فيه الخلايا البيزمنت امبرين اللي هو باين ده اهو يقدر يحجز الايمينوجلوبين لان حجمها كبير مش هتعدي منه. الالبوم يقدر يعدي من الايه؟ من البيزنت امبرين. يلاقي الاكسيلر سيل والفوت بروس دي على نيجاتيف تشارج والالبوم ده نيجاتيف يقوم يحصل له ايه؟ يرجع تاني مكانه داخل الكابلري اليومن وبالشكل ده يحافظ على الدم داخل الكابلري ويبقى اللي ينزل في البومن سبيس هنا يبقى عباره عن ايه؟ بلازما لا فيها خلايا ولا فيها بروتينز ولا فيها البوم الكلام ده ما بيحصلش 100% شويه بروتين بيعبوا بس بقى كميتهم قليله يتعمل لهم بروسسنج ويمتصوا بالبروس مالتيبيول ان النت ريزلت ما عندناش بروتين في اليورين ده نقطه تمام تعليق على الكلام ده يا دكتور اسامه هو يعني موافق على كل الكلام اللي حضرتك قلته بس هي الفكره بتاعت الفود الفود بروسيسز هو وات يو سينج از توتالي ترو ده ابليكابل على اي سكندري فورم بس الكلام ده مش نوت ذات ايزلي يعني اولا علشان اعرف ده بيحتاج اكستنسيف سيريو يعني الاي ام احنا بناخد حته صغيره جدا علشان البروسيس للالكترون مايكروسكوبي والحته الصغيره دي عامه بتطلع يا دوب 1 جلوباري بس وبطلعها كمان فبطلع لي حته من الجلوباري بس فايف اي واز لاكي هيطلع العيان عنده حته ما فيهاش فوكال افيس بس ممكن تطلع لي الحته اللي فيها التوتال ديفيوز بس اتس هيلب فول يعني ممكن تبقى هيلب فول تول العيانين اللي فعلا فيهم ديليت مش عارفه برايمري ولا سكندري عايز تو كونسيدر تو ترانسبلانت هي هاز بروبلم اند سو اون تمام
يبقى اذا الزمان انا بتفق برضه كمان مع اللي قلته. لا ما في لا سنجل ايتمز مش 100% الانفلوينسز 0%. يعني سواء كان مالوش اي لازمه لا يفرق ولا لا الانفلوينسز الاي جي ام لا يفرق ما بين الدوباسيك او اوبستي دوس ولا يفرق من اي حاجه من اي حاجه. الاي جي ام على فكره اذا الناس يعني ما تقولش بقى ايه يعني ساعات ما تعملش كده تقول ايه عاوزين يمين فيرسز مالوش لازمه. بيجي لنا دايجنوزس كونفيرمد ازاي؟ لا كونفيرمد لو الانترو مايكروسكوب لو اتعمل كويس ممكن ممكن يبقى بس زي ما قلت لك كده كلينيكال. انت بتجي لك دايجنوزس فوكال سيجمنتال بس بقى ولا برايمري ولا سكندري. لا ده بتجمع بازلز بتجمع بازلز ما علينا من الاسماء بنجمع بازلز. كلينيكال كلينيكال اكزامينيشن شخص تخين شخص مش كل واحد اوبيس يبقى اوبيس ينقص سكليروز لا ممكن محتاج انسا بريشر وعشان كده انا بتكلم ليه الفرق ما بينهم. يبقى شخص اوبيس حاجه من اثنين يا اوبيستي يا مش اوبيستي. اقوم اشوف السيرم البومين السيرم البومين بريزيرفت شويه يعني مش نازل قوي يعني يعني فوق الثلاثه مثلا يبقى انا ميال ان ده شوف انا بقول لحضرتك ايه ما فيش حاجه 100% لكن عندي نفروتك رينج بروتيناري ويز بريزيرفت سيرم البومين ده في واحد تخين يخليني ميال كلينيكال ان ده اوبستي انديوز سكلوز فاقول ان انا ان انا موست لايكلي موست رفيع اوبستي. لو رفيع ما خلاص مش اوبستي لو عنده ريفلكس ولا حاجه يبقى سكندري فورم ده قصه ثانيه. ازاي تفرق ما بين البرايمري والفايا؟ البرايمري والمثل واحد عنده ريفلكس فايا برضه نفس الفيسمنت والفوت بروس ما يبقاش يونيفرس. يعني الموست امبورتنت كرايتيريا لحظه هو الجنين رغم انه ممكن يبقى ديفيكلت زي ما بتقول في البروس والكلام ده يعني احنا بنتكلم من كلينشن بوينت اوف فيو القصه سهله بالنسبه لنا بس تبقى عويصه عندنا. طب في حاجه احنا في الزرقاء طبعا ببقى خايف من الحته دي فعشان وجود البرميابيلتي فاكتور ما بنقيسوش البرميابيلتي فاكتور بس بنحط كرايتيريا الكرايتيريا بتاعتنا لو واحد عنده اف الشخص اف اس جي اس وخد امين سبريسر ومش واستجار وقعد 20 سنه وبعد كده بدا يحصل له سي كي بي وبعد كده زرع ده ما بخافش منه قوي ما بصنفوش ده هاي ريسك. لكن لو عيل صغير طفل صغير وواحد عنده انترستيشن انفلاميشن كمان موجود في الكومبوننت في البايوبسي ودخل في اف سي اس النهارده شخصته وفي اقل من سنه دخل بنسميه مالينجنت اف سي اس ودخل في انترستيشن كيدني ديزيز دولت هايلي ريكيرد فساعتها ده اعمل له ايه؟ اعمل بلازما اكستشينج ده متفق عليه قبل الترانسبلانتيشن وما ادلوش اندكشن بي تي جي لان الحاجات دي بتزود فورس ريكارد وبوست ترانسبلانتيشن تبقى عيني عليه. الايرلست ساين اوف ريكارنسي يا باشا بروتونوري مش فوكال سيجمنتال سكلروز لو والاستنيت ما بقى لايت مايكروسكوبي في اف جي يبقى ده ليت لكن الايرلست كلينيكال بروتونوريا باثولوجيكال افيسمنت اوف فوتروس تمام. التريتمنت اوف ريكارنت اف جي فيري ديفيكال لكن برضه بنعمل لازم اكستشينج ممكن نستخدم الدوكسيماب وفي ناس بتقولز ايام زمان السايكلوسبور يدوا النوكسان مكان الايميران ويدوا مش عارف السايكلوسبور بجرعه عاليه كل دي اجتهادات لكن ما بيحصل ريكارنس اف جي اس وما كومبليكيتد وتشخص ليه في الغالب بينتهي بجراحه فيلير وبتبقى مشكله فعلا ولدرجه ان بعض السنترز يقول لك مش هزرع حالات الاف جي اس. نعدي القصه دي دي حاله هي انا عارضها لانها لطيفه جدا ده يا جماعه ايه اللي هيقولها هياخد جايزه يعني. احنا علشان نثبت بعض المفاهيم يعني ده ايه؟ وده ايه؟ طيب ايه اللي حد ايه ده؟ ده هي صوره جميله جدا لان ده الهومن سبيس اهو فيه خلايا ده البريتش يعني خرم في البيسمنت مبرين يعني مقطوع يعني اذا الريد سيلز مش هتلاقي مكان تطلع في البون سبيس اللي هي كانت باسم ديسترويد لان يعني انا قلت ان القصه الاستراكشر ده هو الانتجريتي بتاعته بتحافظ على الخلايا جوه فده حاله جلوميرولو نيفرايتس بوست ريبوكال والريد سيلز هنا في دامج للوول وبتنسنويت اتسلف وهتطلع من الخرم ده تطلع في البومن سبيس فده صوره جميله للغايه عشان كده اقدر اعرف وبص للصوره الثانيه دي بقى ده كاركترستيك الوقت ده انا فين الوقت هنا ده
ده البيزمنت جرين، ده الابسيليوم. الديبوزيت هنا تحت الابسيليوم ولا تحت الاندوسيليوم؟ هنا تحت الابسيليوم، وعامله هامب، هامب زي سلام الجمل، حاجه عامله عاليه كده فوق. فده بص انفكشنز نيوتروفيل، طلع ان هو نيوتروفيل انفكشن. فانا بوريكم بس الايه بعض الانتج ده. اخر حاجه عشان نعمل بريك وهنكمل الكويز ديت لاحقا بقى. القصه دي انا قلتها يمكن 5 مرات لغايه دلوقتي. عيان عندي كرياتين 3 ملي جرام بالسليتر، وعنده كورونا هارت ديزيز، ودكتور الكارديولوجي كاتب له ريجيمين انتي بليتلت يحتوي على الجلوبوليفرين اللي هو البلافكس، وجالي سعادتك فلقيت بياخد قرصين، الكارديولوجي بياخد قرصين والكرياتين 3 هو سي تي دي. هتقولي ايه؟ هتوافق على القرصين؟ هتوافق على القرصين ولا تقول قرصين كتير لواحد عنده رينال فيلير وممكن يحصل له بليدنج من الانتي بليتلت فالمفروض انزله القرص؟ تميله اليمين ولا الشمال؟ طيب نزل القرص. حد تاني له راي غير نزل ده؟ بياخد اسبرين. ها؟ بياخد اسبرين كمان. يعني هو كورونا هارت ديزيز بياخد اسبرين وبلافكس. وبياخد بلافكس قرصين بتاع الكارديولوجي في رجله قرصين. وجاي قلت له يا اخي ده في 2 4 هينزل. ناخد بلافكس وما بلاش اسبرين. طيب القصه في ايه؟ القصه انا حاطط القصه دي كمثال ان انا اعرف الرينال فيلير بتعمل ايه واليوريما بتعمل ايه في الدراجز. الكلوبيدوجريل ده هل هو اكتف دراج ولا برو دراج؟ اكتف يعني هو بيشتغل بنفسه ولا بيتحول في الليفر لاكتف دراج؟ هو برو دراج بيتحول في الليفر لاكتف دراج. بيتحول بايه؟ بانزيم سيتوكروم ب 150. في عين الرينال فيلير وجدوا ان السيتوكروم ب 150 ممكن يبقى سبريسد وديبريسد. يبقى هو ده مش هيتحول لاكتف دراج. ما تحولش لاكتف دراج الا يحصل مش هيشتغل الميكانيزم بتاعه، يبقى محتاج جرعه اعلى علشان يجيب لي الميكانيزم بتاعه. ده واحد. اثنين، العيان بتاع رينال فيلير بياخد ادويه في السويت بايندرز وبياخد انتاسيدز وبياخد مش عارف ايه والابسوربشن عنده فيه مشكله. يبقى الابسوربشن بتاعه برضه هيبقى ديفكتيف. يبقى الابسوربشن مش قد كده والميتابوليزم بتاعه ديبريست، وانا عاوزه يبقى ميتابولايز اكتر عشان يجيب الاكشن بتاعه. يبقى بيست على هذه الداتا وجدوا من الاستاذ دهيت دي الداية يا جماعة. تقسموا العينة على حسب الجي اف ار، استميت جي اف ار لستيجز. قلنا ستيج 1 و2، 1 يعني 90 مللي بير مينت زائد ريزيستنت بروتينوريا او ريماتوريا او وجود استراكشر شينت في الالترا ساوند. 2 معناها من 90 ل 60، 3 اي معناها من 60 ل 45 مللي بير مينت، 3 بي معناها مظبوط، 4 من 30 ل 15، 5 اقل من 15. انا ما بحطش الاستاذ ده عشان افرجكم على السي بي دي. بصوا هنا ده انهبيشن برسنتج البليتلت ببلافكس. الجي اف ار هنا كان كويس، كان الانهبيشن كام؟ 44%. هنا بقى كام؟ 27%. انا كنت متوقع كل ما الادفانسمنت اوف سي بي دي يظهر ان الانهبيشن يزيد والعين ينزل. لا بصوا هنا اللي بيحصل ايه؟ 44 بقت 27 بقت 35 بقت 17. ستيج 5 انهبيتري فانكشنز 13 انهبيت باور 13%. يبقى معناها ايه؟ The higher the state of CKD او the lower the estimated GFR او the higher the serum creatinine the lower the potency of clopidogrel. طيب ما في بعض العيون والله والبليدنج والانتي بليتلت، طب امشي ازاي؟ في بعض العيون بتنزل. يبقى اذا الايديال في التعامل مع عيان السي كي دي اللي عندهم خاصه في الاكوت كورونري ستيت او ريسنت مانس من الاكوت كورونري سندروم ان الكارديولوجيست يعتمد على البليدنج فانكشن تيست تو جايد البلافكس. افرض العيان ستيج 4 بس محقق انهبيشن السسبكتور، خلاص مش هيزود الجرعه، ما حققش السسبكتور انهبيشن هقوم ادبل الدوز، وساعتها ما فيش امبيريكالي وانا اكرر النيفرولوجي اقول له انت ريحه العيان ينزل، ممكن ينزل وما ينزلش according لايه؟ للبوتنسي وبليتلت انهبيشن. يبقى ده يدينا مثال ان احنا لازم نفهم الدراجز. الدراجز ده ان ارت زي ما الدكتور اسامه قال في شيرفين الارت مانجمنت، ولازم نفوق القصه دي. برضه مثال يتقال على الدراج مانيبيليشن، لما كنت بره جه عيان جايب مجله نيويورك تايمز بقول لك ان الاستومك بيلز كان بريسيبيتيت ثرومبوتيك مش عارف ايه، كلمتين كده في اللغه بتاعتهم ديت يفهموا العيانين
ان ادوية المعدة البروتون بامب انهبيتورز ممكن تخلي العيان يحصل لهم كورونا ايفنتس. فالراجل جاي بيقول لك الدواء انتوا عاطين لي الدواء ده وانا قريت في نيويورك تايمز شوف الفرق بين الجرايد عندنا والجرايد هناك. القصه ديت بيقولوا ان الادويه ديت هتخلي يحصل لي كورونا ايفنت. الكلام ده صح ولا غلط؟ ما نعرفش. لما نسال الكونسلتنت بتاع اللي موجود في الديبارتمنت اللي ما اعرفش قلت له خلاص نخش على النت نشوف. فلقيت مقاله نازله قبل الكلام ده باسبوع او اسبوعين على ان البروتون بامب انهبيتورز وخاصة اللي هو الاوميبرازول والكلام ده هو الاوميبرازول ده عبارة عن ايه؟ انزيم انهبيتور. وانا بقول ان الدرار ده عاوز يتحصل له ميتابوليزم عشان يشتغل فبيعمل انهبيشن الميتابوليزم فما بيطلعش الاكتف كومبوننت فيبقى بيقلل البوتنس في الانتي بليز. يبقى لازم نفوق ونعرف ان في دراج انتراكشن. لو انا يبقى نخلص خلصنا القصه دي بايه؟ والله لو انا مضطر ان استخدم بروتون بامب انهبيتور استخدمه لكن افصلهم عن بعض قوي بحيث ده يمتص ويخلص وما يتفاعلش مع الميتابوليزم لو انا مضطر. لكن لو هو دلع مفيش داعي ان انا اعمل ايه كومبليمون وازود حاجات في الروشتات على الفاضي علشان انا ايه عاوز امشي دواء حفظته ومبسوط بيه وخد عشان معدتك والكلام زي ده. نكتفي بهذا القدر ونروح البريك ان شاء الله.